السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوبن اي اي اعلنت عن GPT-4o اختصار اومني موديل، وده موديل هيكون بيتعامل مع كل حاجة، يعني تعامل مع الاوديو مع الفيجن مع التكست في الوقت الحقيقي، يعني تكون مشغل الفيديو ويبدأ يتكلم معاك ويفهم اللي حواليك. انت مشغل فيديو وهو مستوعب كل اللي حواليك، لو في اغنية يقدر يقول لك الاغنية دي ايه، فهو بيفهم الكلام المنطوق وبيفهم الكلام المكتوب ويفهم الصور، يفهم الصوت، يفهم الفيديو، يفهم المنظر اللي حواليك، يفهم ملامح الوجه، يفهم المشاعر. فدي طفرة جدا كانوا شغالين عليها بقالها فترة. فهو بيتفاعل مع الصوت بتاعك، مش مجرد بيحول الصوت لتكست ويفهمه، لا فاهم انت غضبان، لا فاهم انت سعيد، فاهم يعني بيتجاوب معاك حسب الانفعالات بتاعتك. الجميل ان هو هيكون مجاني، يعني مش هتدفع فلوس خالص. تخيل شات GPT-4 وأمني وببلاش، تمام، وتقدر ان انت تجربه اهو، وبلاي جراوند لايف ديمو. وفي نسخة ديسكتوب نازلة، في ميزة برضه نزلوها كده خاصية الميموري، ان انت تقول له لما اسالك سؤال جاوب بشكل معين، يعني مثلا جاوب على شكل نقط، فيبدا ان هو عارف ان انت بتحب ايه، يخزن عنده ايه الحاجه اللي انت بتحبها، وتحليل بيانات، تحليل خرائط، تحليل رسومات بيانيه، فيوفر عليك شغل كتير جدا. طب الناس اللي دفعت فلوس قبل كده شات GPT-Plus ده اللي هينزل لهم امكانيات اكتر، 5 اضعاف لحد اكثر رسائل، يعني في حد اكثر رسائل هينزلوا للناس اللي هي دافعه فلوس، وهينزل لهم تحديثات ان شاء الله. فاحنا منتظرين طبعا جوجل بكره ان شاء الله هترد عليهم وهتنزل حاجه جديده، فان شاء الله هتكون حاجه قويه. تمام، تقدر من هنا بقى تشوف ايه امثله لتحويل مثلا الفوتو بالشكل دوت لكاركترز، يعني خلاص الامكانيات بدل ما تقعد تدور على البرامج بقت موجوده هنا. تمام، بيفهم الصوت، بيفهم الكلام، بيحولك اي حاجه لاي حاجه تانية. او بقى موجود اهو في شات GPT، فنقلة كبيرة. تمام، النهاردة وبكرة ان شاء الله تكون نقلة في تاريخ الذكاء الاصطناعي.